مرحبا بكم على قناة أنوار بوستا. تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي اليوم الخميس من توقيف مشتبه في تورطه في اختطاف الطفل الحسين البالغ 4 سنوات من العمر، والذي تقطن أسرته بدوار أيت حمو التابعة لجامعة ترابية واتصفى نواحي شتوك أيت بها. أوردت المصادر أن العناصر الدركية وضعت كمينا محكما للمشتبه فيه، الذي طالب أسرة الطفل المختطف بفدية مالية مقابل تحريره، حيث جرى إيقافه بأحد المنازل ضواحي مدينة تارودانت. واقعة اختفاء الطفل الحسين عجلت ليلة السبت الأحد بظهور القائد الجهوي للدرك الملكي والقائد الإقليمي والسلطة الإقليمية إلى عين المكان، فضلا عن استقبال الدوار سالف الذكر لتعزيزات أمنية مكثفة والاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة وطائرة الدرون، إلى جانب معدات الوقاية المدنية على أمل العثور على الطفل المختفي. وقد جرى وفق المصادر ذاتها وضع الموقوف رهن التدابير الحراسية النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قبل عرضه على أنظارها، بينما لا تزال الأبحاث جارية لتحديد صلته باختفاء الطفل الذي استنفر مختلف السلطات بإقليم شتوكا أيت بها. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.